نصيحة للطلبة اللي حابين يدرسوا في اليابان إنه لازم يعملوا بجد للوصول لدولة مثل دولة اليابان، لأنه تعليم في اليابان هو تعليم منظم بيحتاج الكثير من الجهد ومن الوقت، غير هيك لازم يحضر حاله لمنحة تنافسية بشكل كبير، لأنه في عدد من الطلبة، عدد كبير من الطلبة بحاول إنه يدرس في دولة مثل دولة اليابان. والبحث في اليابان بحث متقدم جدا، لأنه في كتير اختبارات وفي كتير تجارب بتتم في الدول الأخرى، ممكن تاخد عدد من الأيام، لكن هان في دولة اليابان من التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي ممكن ياخد من ساعة أو أقل. وبحب أذكر إنه دولة اليابان دولة جميلة جدا من ناحية المناظر الطبيعية، من ناحية الأمان اللي ممكن يشعر فيها أي طالب أجنبي موجود في اليابان، لأنه هاي الظروف ما بتتوفر في الدول الأخرى. وغير الأكل الكثير لذيذ اللي موجود في اليابان، زي الأكلات اليابانية الموجودة مثل السوشي ومثل الأشياء الأخرى، يعني لازم تعمل بجد وتجتهد بشكل كبير حتى تتمتع بكل هاي الظروف الموجودة في دولة اليابان اللي مش موجودة في دول تانية.